للمزيد حول الموضوع السوري ينضم الينا من اسطنبول المحلل السياسي الاستاذ صالح فاضل. اهلا بكم استاذ صالح الى هذه الجوله الاخباريه. الامم المتحده قالت بان النظام هجر نحو 1,200,000 شخص من مناطقهم خلال 6 أشهر ماضيه. كيف يمكن ايقاف مسلسل التغيير الديموغرافي في سوريا وما المراد من استمراره؟ أستاذي الكريم، من المعلوم بالضرورة أن الإنسان بفعله الغريزي لا يهاجر إلا إلى مناطق آمنة ويترك بلده إن كان غير آمن. اليوم بقاء الأسد والاعتقالات التي تتم أيضا في مناطقه وفي مناطق المصالحات كلها تحول دون عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، وبالتالي لا حل للمشكلة السورية لا على الصعيد الديموغرافي ولا على صعيد عودة اللاجئين ولا على صعيد إعادة الإعمار ولا على الصعيد الأمني لدول الجوار بما فيها إسرائيل وتركيا والعراق وغيرها. لا يمكن أن تتم هذه الأمور والأسد الديكتاتور موجود، والشعب السوري لن يرضى ولن نرضى حتى لو سقطنا عن بكرة أبينا. هذه مبدأ عدم رضا الشعب السوري. أستاذ صالح، ما هو مصير المهجرين وإلى أين ستؤول الأمور مع عمليات التهجير؟ المهجرين لا شك أنهم يعانون كما يعاني كل مهجري العالم مصائب تلو المصائب وتلو المصائب، والمجتمع الدولي هو شريك إن بسكوته أو عمليا على جرائم الأسد. سقطت ديمقراطيتهم وإنسانيتهم. هؤلاء أيضا الغرب الحقيقة ثبت أنهم وحوش كاسرة معدومي الإنسانية. الحل لا يكون إلا بإزالة بشار الأسد، سواء بقرار سياسي دولي أو عبر البندقية أو قتله أو سحله أو محاكمته. لا حل لمشكلة اللاجئين ولا لأي مشكلة في سوريا ببقاء هذا المجرم، وهذا يعتبر من بديهيات العمل السياسي، من بديهيات القانون الدولي. صالح، عن سوتشي كيف تقرأ مخرجات المحادثات في سوتشي السنة 10؟ ما مدى انعكاساتها على الوضع الميداني؟ حقيقة سوتشي يعني وغيرها هي عبارة عن توافقات دولية للمصالح الدولية في سوريا، وروسيا مع الأسف هي من تسلمت هذا الملف، وكل دولة تغني على ليلاها ولتحقيق مصالحها بعيدا عن مصالح الشعب السوري، وتريد أن تقدم بعض المفاوضين السوريين لإضفاء نوع من الشرعية على هذه القرارات الدولية. سوتشي أو جنيف أو أي مكان إن شاء الله في المدينة المنورة ولا في أقدس بقعة، إذا لم تنص القرارات على إسقاط بشار الأسد وإزالته من حكم سوريا هو ونظامه، لا استقرار ولا سلام لا في سوريا ولا في دول الجوار، والكرة ستتدحرج إلى كل المنطقة، ولا يمكن أن يتحقق السلام أبدا في هذه المنطقة بوجود قاتل الملايين ومهجر الملايين من شعبه. أستاذ صالح فاضل، الباحث السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.